امام عاشور هل هو فعلا متراجع في المستوى؟ لا بشكل كبير اساسا. بشكل كبير اساسا. لا هو انا قلتها اكتر مره مع ناس كتير جدا، انا شايف ان امام لحد دلوقتي ما وصلش ال 50% اللي كان فيه في نادي الزمالك. وهي لها برضو اسباب. انت في نادي الزمالك كنت شايف ان السبوت كله مثلا على زيزو وشيكابالا وكل الناس اللي موجوده كاسماء كبيره، فانت كنت بتعمل اقصى مجهود عندك عشان تظهر للناس ان انا موجود، ان انا ليا اسم، فانت لازم تعرفوا ان انا مؤثر في الفرق. لكن هو لما راح الاهلي حته ان هو برضو خلاص هو مسنود بحته ايه، ان انا جاي من الزمالك، فانا في اسوأ الظروف مش هطلع من الملعب، في اسوأ الظروف مش همشي من النادي دلوقتي، فانا محمي شويه. لكن الناس لازم تتعامل معاه ان هو يفهم النقطه الاهم، الاهلي ملوش عزيز مهما كنت انت مين. عادي، اصلا الاهلي والزمالك ما ينفعش يقفوا على لعيب واحد. مهما كنت انت مين، لا اعرف ان انت مجهودك هو اللي هيخليك موجود. انت مش قادر تتطور او مش قادر ترجع لمستواك. انا شايف عيب برضو الفتره اللي فاتت ان هو بيلعب باستمرار وهو وحش. انت برضو لازم تحمي اللعيب بتاعك، يعني لازم ياخد فتره كده يبعد عن الاضواء والضغط اللي عليه والضغط الاعلامي والكلام ده عشان يقدر يرجع. لكن طول ما انا يعني مستواي وحش والدنيا معايا مش احسن حاجه وبلعب، انا مش عارف ارجع، مش قادر.